يعتبر فريق 2004 داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي نواة للاعبين المتميزين داخل القلعة الحمراء، والتي ستثري الفريق الكروي الأول باللاعبين من أصحاب المستوى المتميز خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الفريق يضم العديد من العناصر الرائعة على المستوى الفني والبدني. لعل تصدرهم لمسابقة دوري 2004 هو دليل على هذا الأمر، حيث يعتلي الفريق الصدارة برصيد 31 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثاني. نجح الكابتن ياسر رجب المدير الفني للفريق وبقية أعضاء الجهاز الفني في اقتناء مجموعة من اللاعبين القادرين على ارتداء قميص النادي الأهلي بالرغم من صغر أعمارهم، حيث يضم الفريق عددا من اللاعبين الواعدين، هو ما يبرهن على قوة الفريق أنه أقوى خط هجوم خلال المسابقة، حيث سجل لاعبوه 49 هدف، بالإضافة لأنه الدفاع الأقوى في البطولة بعدما سكن الشباك 3 أهداف فقط. الانتصارات هي شعار فريق 2004 داخل النادي الأهلي، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وذلك قبل مواجهته المرتقبة القادمة أمام المقاولون العرب التي يسعى من خلالها الفريق لتحقيق الفوز من أجل زيادة فارق النقاط مع أشبال ذئاب الجبل.